وزير المالية يؤكد التوسع في مبادرة إحلال المركبات وتعظيم جهود التحول الأخضر بالتزامن مع قمة المناخ. الولايات المتحدة تستهدف تعطيل صناعة الرقائق الصينية بقيود موسعة جديدة على الصادرات. النفط يقفز بنسبة 4% لأعلى مستوى في 5 أسابيع بعد قرار أوبك بلس خفض الإنتاج. نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم عبر شاشة قناة النيل للأخبار من القاهرة، مرحبا بحضراتكم. أكد وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تستهدف التوسع في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقدمة التي مر على صنعها 20 عام فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بالتزامن مع قمة المناخ. وأشارت الوزارة إلى أن تلك الخطوة تأتي من خلال العمل على ضم مدن ومحافظات جديدة، حيث تم السماح لمواطني محافظتي الأقصر وأسوان بالاشتراك في المبادرة لتعظيم جهود التحول الأخضر. وأكد الوزير حرص الوزارة على تذليل أي عقبات أمام المستفيدين من المبادرة وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع والتيسير على المواطنين الراغبين في استبدال سياراتهم المتقادمة. أكد وزير التجارة والصناعة أحمد سمير بأن التوسع في الأنشطة الصناعية بمحافظات الصعيد وضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية يمثل ركيزة أساسية للوصول إلى المستهدفات الخاصة بخطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ومحافظ أسوان أشرف عطية لأربعة مصانع متوسطة وصغيرة ضمن 27 مصنعا تم تشغيلهم فعليا، وذلك من إجمالي 34 جاري افتتاحهم على مراحل بحجم استثمارات 150 مليون جنيه. أصدر المركز الإعلامي لوزارة القوى العاملة تقريرا بشأن مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي أطلق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة. وأكد التقرير على أن اللقاءات التي جمعت بين الوزير وممثلي منظمة العمل الدولية بالقاهرة أوضح فيها الوزير حرصه على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة لدعم سوق وعلاقات العمل وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية. أكد وزير التموين علي المصلحي أن توجيهات الرئيس السيسي قبل أزمة جائحة كورونا برفع الاحتياطي من السلع الاستراتيجية خاصة القمح إلى 6 أشهر بدلا من 3 وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك ساهمت في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح وزير التموين أن متوسط الزيادة حوالي 50% على الدعم لحاملي بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنهم يمثلون ما يقرب من 50% من حاملي البطاقات. صرح وزير الإسكان عاصم الجزار بأن الجهاز المركزي للتعمير تولى العمل في 482 مشروع لصالح سيناء ومدن القناة منذ عام 2014. وأشار وزير الإسكان إلى أن تكلفة تلك المشاريع بلغت 24 مليار و8 ملايين جنيه، وذلك لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة لما تمثله سيناء من أمن قومي لمصر. كما أوضح وزير الإسكان أن تلك المشاريع تستهدف المساهمة في التنمية من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية وتعمير صحراء سيناء. بحث وزير الري هاني سويلا مع نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة الفاو بيث بيدول التنسيق بين الوزارة والمنظمة في مجال الموارد المائية والري،
وأشار وزير الري إلى أن المشاريع القومية الجاري تنفيذها حاليا في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية، مؤكدا ضرورة العمل على وضع قطاعات المياه والزراعة والغذاء ضمن ملف التغيرات المناخية. كما تم التباحث خلال اللقاء حول معايير العمل خلال الفترة المقبلة في مجال التحول لنظم الري الحديث. نشرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قائمة جديدة بضوابط للصادرات تشمل تدابير تهدف لحرمان الصين من الاستفادة ببعض رقائق أشباه الموصلات المصنوعة في أي مكان في العالم بأدوات أمريكية لتوسع بذلك محاولاتها لإبطاء وتيرة التقدم التكنولوجي والعسكري لبكين. وتأتي القواعد الجديدة التي دخل بعضها حيز التنفيذ بأثر فوري أعقب قيود تم إرسالها في خطابات هذا العام إلى كبار مصنعي أدوات صناعة الرقائق، وتطالبهم فعليا بوقف شحنات المعدات إلى المصانع المملوكة بالكامل للصين والتي تنتج رقائق متطورة. في الولايات المتحدة عين أرباب العمل عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر، حيث تراجع معدل البطالة مسجلا 3.5%. وقالت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها للوظائف إن عدد الوظائف غير الزراعية زادت بواقع 263 ألف وظيفة في الشهر الماضي. وبدأ أن سوق العمل يقاوم ظروفا تؤثر عليه في العادة مثل رفع أسعار الفائدة وتجديد الظروف المالية، لكن خبراء اقتصاديين أكدوا وقالوا إن الشركات تتردد في تسريح العمالة بعد أن واجهت مصاعب في العثور عليهم في العام المنصرم إثر إجبار الجائحة للكثيرين على الخروج من سوق العمل. وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 3.8 مليار دولار من قرض للأرجنتين. القرار الذي وافقت عليه بالفعل الطواقم التقنية للصندوق في سبتمبر تم اتخاذه في نهاية الدراسة الثانية لبرنامج واسع لمساعدات مالية تبلغ قيمته الإجمالية 44 مليار دولار على مدى 30 شهر. وبدفع هذه الشريحة الجديدة سيبلغ مجموع ما تلقته بيونس آيرس حوالي 17.5 مليار دولار لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام للبلاد. أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيصرف مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال أداة المساعدة الجديدة لمواجهة الصدمات الغذائية. وأوضحت المؤسسة أن حزمة المساعدة الجديدة تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة احتياجاتها الملحة من حيث ميزان المدفوعات، ولكن أيضا لتحفيز تقديم دعم مالي مستقبلا من الجهات المانحة والدائنة لأوكرانيا. كان الكونغرس الأمريكي قد صوت على حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 12.3 مليار دولار ليرتفع إجمالي قيمة الدعم الأمريكي إلى 65 مليار دولار منذ بدء الأزمة الأوكرانية. انطلقت اليوم فعاليات النسخة السادسة من مهرجان التمور الذي يقام لأول مرة في محافظة أسوان. هذا ويسعى المهرجان إلى تعظيم دور صناعة التمور في مصر، خاصة وأنها تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج وتصنيع التمور. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل النيل أشرف مبارك. أشرف، بعد الترحيب بك، صف لنا مهرجان التمور لديك. بالفعل يعني افتتح منذ قليل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ويرافقه محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ومحافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة النسخة السادسة من يعني مهرجان التمور بمحافظة أسوان. يعني كما نعلم أن محافظة أسوان بها أكبر مزرعة لزراعة النخيل بعدد يعني شتلات نخيل تصل إلى نحو 2.2 مليون نخلة. كما
نعلم ايضا ان مصر تحتل المركز الاول عالميا يمكن بنسبه 18% من الانتاج العالمي في من التمور، وايضا المركز يمكن ال 24 من يعني حيث الانتاج في الدول العربيه. يعني كانت النسخه السابقه تعقد من مهرجان التمور في مدينه سيوه، اما هذه النسخه تم عقدها هنا في محافظه اسوان. هناك يمكن نحو اكثر من 140 عرض في 73 جناح هنا داخل معرض او داخل مهرجان التمور في محافظه اسوان. للحديث اكثر حول تفاصيل هذه النسخه السادسه مع الهواء مباشره المهندس محمد اسماعيل مدير الدعم الفني في مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائيه. باشمهندس محمد برحب بحضرتك على شتني الاخبار، عايزين نعرف ما يميز هذه النسخه السادسه من مهرجان التمور. وطبعا دائما وابدا وزاره التجاره والصناعه تولي اهتمام بجميع الصناعات التي لها عائد تصديري، حيث ده يشارك في الاقتصاد القومي وده بشكل كبير. طبعا كان في خمس نسخ من مهرجان التمور، كانت الخمس نسخ في واحد سيوة، بفضل الله تم رعايه خمس نسخ منهم تحت رعايه فخامه رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا زي ما حضرتك ذكرت من قبل ان مصر الاولى عالميا في انتاج التمور 1.7 مليون طن، يعتبر 18% من الانتاج العالمي 24% من الانتاج العربي، فبالتالي منتج واعد، منتج زراعي ومنتج صناعي من الدرجه الاولى. فده طبعا ده مدى اهتمامنا بيه، وطبعا على هذا الاساس تم انشاء او تم بالتعاون مع جائزه خليفه الدوليه لنخيل التمر والابتكار الزراعي محافظة مطروح محافظة أسوان، إصدار النسخ الخمسة السابقة وإصدار النسخة السادسة في محافظة أسوان اللي احنا طبعا موجودين فيها حاليا. احنا عارفين طبعا ان في يمكن عارضين كتير في هذا النسخة، يمكن اكثر من 100 او حوالي 140 عارض، 73 جناح. كلمنا عن المشاركين، هل هم من مصر بس ولا في مشاركات من دول عربية؟ طبعا كل سنة بيبقى في مشاركات من دول عربية، سواء من السودان، دولة السودان الشقيقة، دولة الأردن الشقيقة. طبعا من المفترض ان بيكون متواجد معنا من الأردن ومن دول اخرى في الدول العربيه زي موريتانيا، برضو مشاركين معانا. طبعا المهرجان امتد لموريتانيا السنه دي وكان اول مهرجان ليهم، فبالتالي هم مشاركين بشكل اساسي سواء السودان او الاردن او موريتانيا معانا في هذا المهرجان، بالاضافه طبعا للمشاركات المحليه اللي موجوده من مصر من جميع محافظات الجمهوريه، سواء من مطروح او من سواء من الوادي الجديد او من اسوان وجميع محافظات جمهوريه مصر العربيه. مهندس محمد اسماعيل مدير الدعم الفني بمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائيه، شكرا جزيلا لحضرتك. العفو، شكرا جدا. ايضا زي ما احنا شايفين يعني يمكن المهرجان يعني بيقام هذا العام في مدينه اسوان دي يمكن للمره الاولى. احنا عارفين طبعا كانت في نسخ سابقه ايضا في سيوه، هناك ايضا محافظه الوادي الجديد نظمت ايضا ملتقى التمور، يمكن كان منذ اسبوع كان هناك النسخه الثانيه من ملتقى التمور في محافظه الوادي الجديد، وايضا العام الماضي كان هناك النسخه الاولى تم تنظيمها. اذا يعني جميع المحافظات تسعى لتنفيذ استراتيجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم وصناعه التمور في مصر، خاصه وان مصر يعني يمكن الانتاج يمثل 5% من الزراعات التي يعني او عدد النخيل التي تزرعه مصر. يعني مصر لديها كميه كبيره من اشجار النخيل لا تقارن بالنسبه التي يتم تصنيعها او النسبه التي يتم تصديرها من حاصلات التمور. بالتاكيد، وهيمكن الاستفاده بها بشكل كبير. انا بشكرك جزيل الشكر مراسل النيل اشرف مبارك، كنت معي على الهواء مباشره من مدينه اسوان متابعا لمهرجان التمور. ننتقل إلى أسواق النفط العالمية، حيث قفزت أسعار النفط بنحو 4% مسجلة أعلى مستوى في خمسة أسابيع بدعم من قرار أوبك بلس، إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 دولار أو بنسبة 3.7% ليصل إلى 97.92 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.19 دولار أو بنسبة 4.7% مسجلا 2.64 دولارا للبرميل. إذن مشاهدينا، لم يتبقى لنا في هذه النشرة الاقتصادية المفصلة سوى أن نذكر حضراتكم بأهم ما ورد فيها من أخبار. وزير المالية يؤكد التوسع في مبادرة إحلال المركبات وتعظيم جهود التحول الأخضر بالتزامن مع قمة المناخ. الولايات المتحدة تستهدف تعطيل صناعة الرقائق الصينية بقيود موسعة جديدة على الصادرات.
النفط يقفز بنسبة 4% لأعلى مستوى في 5 أسابيع بعد قرار أوبك بلس خفض الإنتاج. انتهت هذه النشرة الاقتصادية المفصلة. للمزيد من الأخبار والمتابعات زوروا موقعنا عبر الإنترنت nive.eg. إلى اللقاء.